اليوم فريق أوردا موجود بمطبخ صيدا الخيري لتحضير أكثر من 500 وجبة ساخنة لتوزيعها على العائلات الأكثر حاجة بالمنطقة من كافة الجنسيات الفلسطينية، اللبنانية والسورية. هالمطبخ يتجهز ويتأهل بأفضل المعدات والأجهزة وفقاً للمعايير المهنية والتوصيات الصحية. الوجبات الساخنة، هلأ فريق أوردا حيقوم بتوزيع هالوجبات على العائلات بكل حب وفرح. جزاكم الله خيراً. شكراً جمعية أوردا، إحنا انبسطنا كتير. شكراً لجمعية أوردا، إجوا بوقتهم وشكراً كتير.